الكرام مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا وانطلاقة شوطنا هنا. المنطلق هو الشوط الثامن في مجموع الأشواط والشوط الثامن الخاص بإذاعة القعدان. هنا أيضا المهجنات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. نسير في المراكز هنا أيضا المنطلقة العشرة الأولى، وبداية هنا بصدارة بن صيح السالم بن علي بن حماد الكتبي من ينطلق على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتينا ما يهاب خليفة بن سعيد بن يمعة الشيخ الرميثي المنطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث نشوان خلفان بن عيسى بن سعيد المنصوري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الرقاص للنوبي بن محمد بن شعفوري العامري، ووصل هنا ايضا الجراف الناصر بن عبد الله بن احمد المسند المنطلق على المركز في هذه اللحظات هنا الخامس، وفي المركز السادس المركز السادس شاهين مطر بن سيف بن سعيد اليابري من ياتينا هنا بهذا الاداء على المركز هنا الانطلاق السادس، وفي المركز السابع المركز السابع المركز السابع ينطلق هملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي القادم مع هملول بهذا الانطلاق الثامن. مراكزنا هنا يأتي سلهوم بهذه اللحظات، هايل بن مقبل الشمري من ينطلق بهذه اللحظات هنا بهذا الأداء الجميل، وفي المركز التاسع يأتينا هنا جساس على المركز التاسع لمحمد بن راشد بن مبارك بن صرود المنطلق بهذا الأداء الجميل، وعلى المركز العاشر مقباس أحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري المنطلق مع مقباس على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى. نتابع مشاهدينا الكرام، نتابع هملول من غير وانطلق إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني المركز الثاني الجراف لناصر بن عبد الله بن احمد المسند المنطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث نشوان خلفان بن عيسى بن سعيد المنصوري من انطلق في هذه اللحظات على المركز الثاني والثالث، وفي المركز الرابع مصيح السالم بن علي بن حماد الكتبي رابعا، وفي المركز الخامس ينطلق ما يهاب على المركز الخامس خليفة بن سعيد بن يمعة الرميثي من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة. المركز السادس المركز السادس الزعيم لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، وفي المركز السابع الرقاص يأتي لنا النوبي بن محمد بن شعفوري العامري هنا على سابع المراكز، مقباس في المركز الثامن أحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري، وشاهين مطر هنا المنطلق المطر بن سيف بن سعيد اليابري من يأتينا هذه الانطلاقة تاسعا، وفي المركز العاشر المركز العاشر جساس لمحمد بن راشد بن مبارك بن صرود من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق الجميل.
نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع هملول. هملول المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي القادم من ميدان الإحباب للمشاركة على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني ممثل أهالي الخوري بدولة قطر مع الجراف ينطلق في هذه اللحظات. هنا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يأتينا بهذه الانطلاقة بقيادة علي بن حمد بن مجارح المري. المركز الثالث، المركز الثالث مصيح سالم بن علي بن حماد الاقتبي ووصل هنا الزعيم لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان ومقباس احمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري. ياتينا هنا مقباس بهذه الانطلاقه الجميله والتحدي والاثاره. الوصول من قبل ما يهاب خليفه بن سعيد بن يمعه الرميثي، وياتينا جساس محمد بن راشد بن مبارك بن صرود المنطلق وبن حباب من الجانب الآخر. هناك المنطلق أيضا العابر المبارك بن ناصر محمد بن حباب الهاجري، وهنا نشوان الخلفان بن عيسى بن سعيد المنصور ياتينا تاسعا. وعاشر المراكز، عاشر المراكز الرقاص للنوبي بن محمد الشافوري العامري. هذه هي النتيجة. وبعود إلى مقباس من انطلق إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مقبوس على الصدارة، مقباس على المقدمة، هنا لأحمد بن غانم بن علي بن يدا المنصوري المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. الجراف في المركز الثاني، الجراف من يأتينا على المركز الثاني. هنا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع الجراف على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث ينطلق مصيح سالم بن علي بن حماد اللي جتبي، وهناك يأتينا لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان القادم بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي. يسلام هنا ما يهاب خليفة بن سعيد بن يمعة الرميثي، ووصل هنا موفق أحمد بن محمد بن روية الخيلي من وصل في هذه اللحظات مع موفق، ومن الجانب الآخر مشاغب بخيت بن حمد بن عود العامر. يسلام، هذه هي الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. هنا مشاهدينا الكروم التحدي، التحدي الجراف ومقباس، مقباس والجراف في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكروم، يا سلام، ولكن الجراف من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الجراف الناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على الصدارة على المقدمة. مقباس في المركز الثاني، مقباس، مقباس القادم هنا لأحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصور. والوصول، الوصول، 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 هنا القادم موفق أحمد بن محمد بن روية الخيلي، ولكن هنا الصدارة المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا يأتينا الجراف، الجراف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. الجراف الناصر بن عبد الله بن احمد المسند، تهانينا، تهانينا بدون اوامر تذكر، وسلاماتنا لاهالي هناك الخوري بدوله قطر في شمال الدوحه الخير، تهانينا والناموس على هذا الاداء. المركز الثاني مقباس من وصل بهذه الانطلاقه الجميله لاحمد بن غانم بن علي بن يدا. هناك ياتينا ما يهاب خليفه بن سعيد بن يمعه، اي من وصل ايضا الرميثي. وفي المركز الرابع من
من وصل هناك عند أيضا بن حميدان من انطلق، وفي المركز الخامس موفق أحمد محمد بروية لخيلي. ونعود هنا إلى التوقيت الزمني في هذه اللحظات هنا ولحظة وصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام، 9:28 9 من الأجزاء من الثانية الجراف. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وشكرا يا علي بن مقارع على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني مقباس لسيد احمد بن غانم بن علي بن يداع المنصوري، 9:20 5 من الاجزاء من الثانيه هو توقيته الزمني. اما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام فكان المنطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا ولحظات الاخيره كان مع ايضا هنا المايهاب خليفه بن سعيد بن جمعه الرميثي ب 9:32 5 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا للجميع.